طالب العلم لابد أن يعرف حقوق ستة يؤديها في نفسه. قلنا جبريل عليه السلام في اللباس جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون قصد الطالب مرضاة الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، العلم الشرعي وغيره. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم مع زميله المؤمن مرآة أخيه. كل واحد منا يريد من أخيه حقوق، فالحقوق متبادلة، تنصح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. وإذا لم تأمر هذا بالمعروف بدأك هو نسأل الله العافية والسلامة أحيانا بالمنكر. فهل يصح أن تمشي مع إنسان مثلا يشرب الدخان؟ لا يصح. تمشي معه في اليوم الأول، مجرد ما تمشي معه قال تفضل، ماذا؟ سيجارة. إذا لم تنكر عليه بدأ هو بماذا؟ بالعرض عليك دخان. إخوانا، الذي يشرب الدخان هذا في حكم الشريعة سفيه، لا بد أن يحجر عليه. القاضي يأخذ أموال هذا ولا يعطيه إلا ما يحتاج من الطعام والشراب، هو الذي ينفق عليه القاضي، لأنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله، يقتل نفسه. في الشريعة الذي الدابة إذا كانت تأكل الخبائث، الدابة إذا كانت تأخذ، لو كان عندنا دجاجة تأكل الديدان وتأكل الخبائث، ماذا نصنع فيها في الشريعة؟ تحبس وتعطى الطيب من الطعام، إن اعتادت أكل الطيب من الطعام تترك، وإلا جعلت في السجن في الحبس. وبعض الناس انقلب طباعه من نسأل الله العافية والسلامة، بدلا أن يأكل الطيبات يأكل الخبائث، يضع فيه ما هي سويك أخوانا، يضع فيه قذرة أشياء نتنة. من الذي يشتر أخواننا؟ الغنم. كيف كرمك الله ولقد كرمنا بني آدم وأنعم الله عليك بالإسلام، وبعد هذا تضع في فيك القاذورات والخبائث؟ والله عرضت الخمور على البهائم، والله مصور هذا موجود، عرضت الخمور على البهائم فأبت أن تشرب منها. فالذي يشرب الخمر يشرب الدخان يضع هذه الأشياء النتنة والخبائث في فيه، قلنا هذا إما مجنون أو سفيه، فلا يمكن أن تكون معه صدق، لأنه إذا لم تنكر عليه بدأ بإعطائك. ولن تنسى إنسان علمك شرب الدخان، الغنى، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. يمكن أن يجتمع في قلب إنسان حب الغنى وحب كتاب الله؟ والله ما يجتمعان. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنة دندنة. لو يأتي كافر ويسألك عن الإسلام، أنت مسلم؟ تقول نعم. يقول كيف أكون مسلم؟ تقول تصلي.
تصوم، تؤدي الزكاة، وتصنع وتصنع وتصنع، ولا تشرب الخمر ولا كذا ولا كذا. يقول لهم أنت تصنع هذا؟ تقول لا. قال أنا وأنت سواء. والبعض هدانا الله إياه يستهزئ بمن؟ بمن يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالدين، يستهزئ بالصلاة، يصلي بغير وضوء. هل سمعتم يوم من الأيام أحد من اليهود والنصارى يستهزئ بدين اليهود والنصارى؟ لا. هل سمعتم يوم من الأيام أحد من اليهود والنصارى يسب موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام؟ لا والله. لكن تجد ممن ينتسب إلى المسلمين من يستهزئ بالدين، يستهزئ باللحية، يستهزئ بالصلاة، يلعب في صلاته، يصلي بغير وضوء، يتكلم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل قال بعضهم هؤلاء شركة صلوا، صلوا. من قال صلوا؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو تكلم إنسان على والدك ماذا تصنع؟ تقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل الدنيا ومن أجل القبيلة وكذا. لكن من أجل الدين الإسلامي على العكس. يظن البعض أن هذا هو ما عليه الشباب وكذا من غيره. لا يمكن أن يكون حال المسلم أن يغضب للدنيا، ما يمكن. فإذا تخاصم اثنان في المدرسة ماذا تصنع؟ تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لنفسه، وانتهى الإشكال. تنتقم لنفسك؟ لا. إذن انتهى الإشكال. إذن ما يمكن أن تكون خصومة بين الطلاب، هذه حق مع زميلك. نافخ حامل المسك ونافخ الكير. والشياطين عندنا شيطان إنس وشيطان جن. شيطان الجن سهل جدا التخلص منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب. أما شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزيد. احذر من هذا. هذا يسمى عند العلماء شيطان إنس، أخطر ما يكون. هناك من الناس من مصاحبته سم قاتل، وهناك من الناس من تكون مصاحبته داء، وهناك من الناس من مصاحبته دواء، وهناك من الناس من مصاحبته لا داء ولا دواء. من يصلح لك أنت يا شيخ من هؤلاء الأربعة؟ من؟ الله يفتح عليك. إذن لا تصاحب إلا مؤمنا. ويوم يعض الظالم على يديه. هذا الثاني، الحق الثاني مع زميلك.